حياكم الله أحبتي المشاهدين وحلقة جديدة من برنامج شو تحب. مثل ما عودناكم كل حلقة من حلقات البرنامج نستضيف نجم أنتوا تحبوه. اليوم ضيفنا شاعر ومهوال نجم راح نتعرف عليه بعد ما نكمل فقرة بروفايل. فيتفضل شاعرنا نسلم عليه وأجمل التحايا إليه وأجمل الحب. حياك الله أهلا. علي عادل عبد الواحد العبادي. هسه خلونا نسويها نرحب بالشاعر والمهوال علي الشيخ. فدوى العينك الشيخ علي الشيخ. فدوى العينك مولاي ابن الشيخ عادل عبد الواحد العبادي. فدوى العينك شيخ عموم عباده. نعم مو نعم. والنعم منكم من ابوك. نعم تحياتنا لابوك. فدوى روحك. تحياتنا والعمامه كلهم وللناصريه وكل محافظات. فدوى العينك. الله يعزك مولاي حبيبي علي الشيخ. نرحب بك اجمل ترحيب. فدوى العينك. هذيك الفتره كلها كان الجمهور ما يعرف من الضيف، بس حاليا تعرف عليك الجمهور. يا الله. ايه يا الله. مو بالبرنامج يعني، مو خارج البرنامج. التولد لا التولد طرقاعة قوية. صدق قوية. والعب شو قلت لحقيت ما أدري ما أدري والله. أنا هنا بها عمر 14 سنة. أنت بزين هسه أنت اللي بعمرك هسه طموحة باسك الكيمو. أنت حاليا عندك جكسارة أو علي سيارتي بسيطة جكسارة. يا موديل جكسارة. أنا أحب موديلها. آه. والله المو ما أنا أحبها. تحب الجكسارة مو؟ وياها عقال. الله كبيرة. ها؟ كبيرة. أي صدق إيه. وياها عطر هذا أنا الأبيض. أي بخ. والجيب يغني بيه حضيري. هذا الحاج التفويلة فلوس تفويلة طالبها. عادي تحصل. 10 8 ولا واحد؟ 10 8. 10 8 1989. طبعاً. 99. ها؟ 99. 1900 وش قد؟ 99. 1999. ايه طرقاعة. قوية. العمر كله يا رب. فدوى العينك. هي الرجال مو بعمارها. صح. ايه والله صح. مسقط راسك الناصرية. ايه الناصرية. من اين انت بدأت الناصرية؟ 2013. اي بديت في انا عمري 14 سنة. ايه. كانت حتى ثلاث شعرات هنا ما عدت. ايه والله. مو وحدة ثلاثة ما. هو من الجمهور يتذكر. ايه. الحمد لله. الحمد لله نعمة توفيق. شخصية أثرت بها عريان السيد خلف كبير هذا. تمثلت قلت لك ابن عمك. والنعمة تشرف لي. احنا السادة عنصرية شوي. نفخر أنا كل السادة تفخر بعريان السيد. أبو خلدون. أبو خلدون رحمة الله على روحه. هذا الصوت وهاي الحكمة والشعر وهاي الحس اللي يكتبها عريان. أكو بيت عديها بالمالكي. مفروض يعني مدرسة والله. تحياتنا لأبو حيدر يقول بيك صعب الشاعر إن تشوفه مهزوز، كون تشوفه قائد دولة عظمى. عريان قائد دولة عظمى. صح. شخصيته. صح. هم منجذب مسيرتك. الأغنية. الأغنية. جميل جدا. يوم حياتك لن تنساه 16/3/2017. ليش؟ هذا التوقيت يعني ما يروح من بالي أكيد. هو وفاة أخوي. أوه رحمة الله على روحه. نغادر الحزن. إحنا ما نحب الحزن ولا أريد ندخلك بمود الحزن. فقرة بروفايل خلصت. هسا عندنا فقرة شو تحب. نروح هناك على الستيج. أنا أنزل من المملكة. وانا قلت لك ما احب المملكه. انا ندري بالروح راح انزل من الكرسي المملكه. اه ومن تنزل ضد قلبك معلق بيه. لا عاد خل نروح فاصل حتى ما يبقى قلبك معلق. يلا يلا نروح فاصل وبعد تراجعين. من جديد رحب بكم وحبة المشاهدين بعد الفاصل وبشاعرنا جميل علي الشيخ. والله تحيي ودوم مولاي حبيبي. يا حبيبي. دول عينك. عندنا أظرف بهاي ال شو يسموها الدورق؟ ما أدري. العلبة. لا الدورق هيك. إيه. بيها هاي ثلاثة ظروف.
اختار واحد منهن. اكو اسئله سهله وصعبه ومتوسطه، انت وحظك. سوي لها طالب. خاف كل حاط صعبه. ها؟ خاف كل حاط. لا حاطي لك زينات. ايش تدري بينه معازيب؟ كفو والله. اعطيني الورقه خلا ما تقراها بعد؟ ما ادري. خذ انت. سألني سألني انت المقدمه يلا. شو وقت بديت؟ اول البارحه. السؤال الاول. نعم. انت تعيش بين حياه البداوه وتقاليدها وحياه المدينه. شو تحب تتمنى تعيش اي حياه بينهم؟ اذا كل شيء متوفر بالحداثه فيا حبذا تكون الحداثه في الباديه، لان الباديه احنا كل ما نضوج والامور تسحب الطاقه السلبيه، ناخذ لنا اسبوع بالبار هناك نعيش هاي الحياه ترجعنا. تجي بيها صور شعريه وهاي التفاصيل؟ اكيد اكيد ترجع. بس غاليه حياه البداوه، لان الطير الحرب 500 مليون لا احنا ناخذها كنا منا وما ادري شلون، احنا ما نروح صياد، نروح بس ننسى كم هم عدد. بس اذا واحد يريد يعيشها بحذافيرها؟ لا وين؟ اي يعني غاليه كلش. لا غاليه غاليه وتكلف اختي. اي فكر في يوم تشتري طير حر؟ طير حر والله يجي هديه. صدق يجي يجي هديه؟ يجي هديه. والله من اخواننا الخليج تحياتنا لهم. هو يطون هدايا. يطون هدايا يعني منتظر في يوم يجيك واحد؟ يجي. هسه من خلال البرنامج انا اعطيك واحد وانا اياك بالنص. جناح لك وجناح لي. لا. نموت يوم ذبح. لا تدري ايش نحسبها احنا؟ ايه. مسجد يسوى 300، تفض انا ب 50، تعطينا 50 اطلع من الحمراء. حلو. اخوك زين يعني ما يصعبها عليك. حلو ورد والله. ها؟ عاشت ايدك والله. اتفاق. هذا هو. ابيات كتبتها بالبادية. ابيات يقول ما عاتبه صار العتب به مذله من صار تقدير الرجاجيل بالمال لو يذلف الرجال شن بيدله كيف الماله شن بمحسوب رجال علي يزوم بزله عقب زلك ظنه بماله يحركه بلا جبال ومن كان ما في بدارهم بندله شانت الدنيا وفارت بدارها ادلال معلاب تسيف صقيل بس الا لا الرفيق بخير مو راقد الحال صبرك علي ولا علي تبلى ماني اصبي بداركم والوقت وقت ما مال. تحياتنا النمر بن عدوان. طبعا للمعلومة وهاي أول مرة تنحكي. يعني عندي اتفاق إن شاء الله قريبا راح يكون مسلسل خليج بدوي بالأردن وراح أكون بطولة المسلسل. حلو أخبار زينة حكي عدل هذا. أريد كل نوق وضحة لك ناقة وضحة أخ وضحة. شاهد هواي مسلسلات. اي كلش ياسر المسرح رحمه الله على روح الممثل البدوي شخصيه تخبل منذ رياحنا الممثل يعني وجهه تحيه هو عميد ياسر المصري صح البدوي هو منذ رياحنا وهو ممثلين زهير النوباني وغيرهم كلهم خوش ممثلين بال متعلق بهالموضوع سيد انا كلش احب بعد رشيد عساف اغلاق سيفني قل له اذبح اذبح كلش احب رشيد عساف كل الممثلين والدك شيخ نعم لكن اصدقائك اطلقوا عليك لقب الشيخ، شو تحب من هذا اللقب؟ انت يعني شيخه جايتك اصلاله والدك شيخ. فدول عينك يحفظك مولاي طبعا هذا اكو مثل يقول اللي ما يتزوج امه شيخ ما يصير شيخ اي أيوة والله هي ما يتزوج امه اي المهم المهم هذا اللقب يعني جدا حابه وهي امتداد احنا نريد ندخل طبعا انا ما شفنا الشيخ متنازل بيوم من الايام هاي الا قديما لكن من التسعين وجاي ما شفنا الشيخ انه شاعر فقط سعد محمد الحسن رحمه الله عليه فاريد ندخل الاشياء هذا لا والشيخ متربي بدواوين والمجالس مدارس وعده ثقافه صحيح. والحكمه صحيح. وان من اجمل الشعر الشعر اللي بيه حكمه فهو ايضا متعلم من الدواوين ومن اهله فاكيد يكون يعني المفرد يطيح حقها ولذلك الناس حبت سعد محمد الحسن صح بهادل بعد الفراضم بهادل رحمه الله على روحه هو شيخ واهل شيوخ والنعم منه صح. والنعم منه انت تحيي الشعائر الحسينيه في مختلف المحافظات شو تحب من هاي الطقوس احب والله انا التحيات اوجه تحيه لهم هاي كامرتك هاي اوجه تحيه لهم احب طقوس المجلس الشور يعني هاي السريع اي كلش اللطم السريع كلش يا اخنا انا طبعا شور كانوا يعني اباوع لهم
يعني شيء مو 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 قانوني بسبب الإعلام وهيك، بس من طبيت وحضرت يا أخي روحية عجيبة غريبة عجيبة غريبة يعني. ومنتظر منك سؤال، إذا ما سألت ترجع على هذا السؤال. كتبت الإمام الحسين؟ أيوة. وهذا السؤال؟ أنا كاتب، لا أنا كاتب نصوص لطميات. شنو سمعنا؟ كاتب السيدة العليلة تقول سلام الله عليه، سلام الله عليه، تقول تقول ما حصلوا بي مطر، ما حصلوا بي مطر شالت ضعاينها البدو، يا أهل الدلال السومرت فنجانكم صاير حلو. اي ما اتذكر، ما اتذكر من القصيده، هي يعني تقريبا صار لها 6 سنوات 5 هيك. شعار الحسينيه تختلف بالبداوه؟ اكيد. ناس فطر على نيتهم وكلش على نيتهم، ويعتبرون علاقتهم اكثر شيء اكثر شيء علاقتهم بالامام العباس، لان يعتبرون خواله هم. صح، يقولون احنا خواله فاضل بنت حزام الكلابيه ام البنين سلام الله عليها، فيقول لي احنا خوال العباس. صح، احنا ناس متعلقين اكثر شيء بمصيبه الامام العباس يعني. صح، باعتبار خواله، باعتبار خواله. اي هم كلش عنصريين، هو ابن البدويه ابو فاضل. اي فطقوسهم على فطرتها على اشيائها شيء جميل يعني. انا اقول لك الناس هي حافظة جايتهم الموضوع عن فطرة، ما بي حداثة ما بي تكلفة زايدة على بساطة الموضوع، بس يعني تحس عندهم حب، حب لآل البيت كلش قوي. على الشيخ مرة تتندم تشوف برنامج مثلا إلك تسجيل بعدين تباعه بالشاشة يطلعوا باليوتيوب، تتندم على بعض التصريحات تقول أنا مفروض ما أقول هيك، مفروض أقول هيك. أي والله أنا هواي يعني من الناس اللي مرات واحد يدخل بالمود وما يدبر، انا الناس مرات تتندم مثلا على فلان على فلان. انا تندمت يعني، انا طبعا من اصور شيء ومن اسجل شيء ما اباوع، حتى من تنزل حلقه من تنزل اي عمل الي ما اباوع. الناس تلاقيني بالشارع هيك وهيك، اعرف نجاحها من خلال الناس، ما اروح انا اباوع، لان انا يعني شويه استحمل روحي. شو كل هي كان اسوح الناس صدق هاي شنو ما باوع. اغلبهم يقولون هيك الفنانين، وخاصه اذا انت قاعد بمكان عام ويشغلون عملك. ايه؟ يعني اطلع ما ظل. ايه؟ ايه صح. فما ما 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 واكو تصريح انا متندم عليه، تصريح انه اصغر شاعر بالناصريه قيم اكبر شاعر بالمحافظات، هذا التصريح كلش ندمت عليه بعد. حبيت جدا. والله حلو الاعتراف بالذنب فضيله. صح، لا هو المفروض مو هي شيء ينقال، هو المفروض يعني ينقال ينقال يعني هم الذائقه، هو الذائقه يقيم الشاعر يشتري بضاعته، فكيف اذا هو شاعر؟ اي صح، بس الموضوع ما بي انا يعني هو كل العراق عبرته بطريقه بطريقه يعني. انت قلت اصغر واحد بالناصريه يقيم يقول خبيث شوي. اي شوي خبيث، انت خبيث في الواقع لو زين. لا 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 كلش طيب. والنعم طيب. والنعم، بس مرات تصرفاته صنحها تكون يعني شويه خباثه عدو الى اخره. اي لان خبيث يحتاج واحد خبيث. اي صدق هذا الطبع، لكن انت تصنح. انا اصنحها، انا هو طيب راب مضيف انا طيب وشيخ. انا وانا استحكي علي وراه تخابرني حكينا عليك اوكي اوكي. اي والله حتى ما يعتذر. طيب الامور. ما مهتم للتعليم الاكاديمي وتحب مخالطه مجالس الشيوخ، شو تحب المدارس ام المجالس؟ تخرج شنو بدايه؟ انا مقبول هندسه نفط. يعني مرحله اولى بعد ما مداوم بيها. ها ايه ان شاء الله داوم بروسيا فورانيش. ها ايه بس قلت للمجالس او المدارس، هو المجلس هو بالحالتين. بس هناك تطير الكشخه لا عقال لا هاي. لا عادي هو زين تشيل هناك بروسيا. ها لا قال ها وش تهوس لهم؟ ما اهوس بعد، هي اقول لك ابشرك كل شيء انقرض، الشعر صار سلم. من شوف بوتن شو تقول له؟ بوتن ايه؟ اقول له عاشت ايدك هجره. كلش قوي والله عاشت ايده. والله عاشت، رغم ما انه ظلم ناس. ايه؟ بس هم هاي الدول اللي الشعب ما لها علاقه. سياسات دول صح، الشعوب ما لها علاقه. صح، بس عاشت ايده كسياسه، ما عاشت ايده غزو بلاد واحتلال شعب. والله انت ذا تحطها براسك، حتى بوتين تهوس له بالروسي.
ترجمها وتهوس له. لا للعلم ما مات لواحد انا بد والله. اي بس اهل البيت يستحقون المدح. شباب بعد كم واحد اي لا هو جاي اقول لك مو حتى للتوضيح. انت امك وخالتك خالتك ربتك صح. صح معلومه قويه. شو شلون احنا نلعب مثلا. صح تحب امك لو خالتك اكثر لو تحس خالتك هي امك هي الخاله والده مثل ما يقولوا الخاله والده وبس الحكي للربه ربه شتال الربه شتال على قولتهم اي الحكي للربه ولا تحرجني اكثر. تحب خالتك اكثر احكيها. يلا حب خالتك لا هي امي تزعل علي من اقول احب امي اكثر. والله تقول لك ناكر انت. اي اي وإذا فد يوم مشيتك ب 10,000 دولار امك؟ والله انا دوم اللي امشي. شال عاد خوش تسيطر اخوي. عايش بين الناصريه وبغداد والبصره. صح. شو تحب اكثر شيء؟ هي مو حب اكثر شيء. تستمتع اكثر شيء. لكن يقول لك عندنا مثل عروب ابدوي يقول القصب وش ما طال طوله مردوده لاصوله. مو لولا. صح. فهاي لو يسمعوا لك البدو اصوله. يسوي الطقاعة. فاكيد شويه الناصريه ديرتك وديرتها لك والبصره عشت بيه مثل ما قلنا الربع شتال بصره وبغداد الام الذن المحافظتين. صح. جامع شاعر بعد انت صارك حاضر دبلوماسيه. شو تحب المهوال بالميدان يعني الموال بالميدان وملعب احنا نسميه ملعب ملعب ايه ملعب لو على المنصه كشاعر والله الحالتين تحبهن تعرف ليه السيد سيد الشعر حلو وين ما كان والدليل بالميدان وصل الشعر انا ضد كل من يتكلم انه الشعر بمكان محدد او شيء بالعكس كان قبل سنه 69 اول مهرجان اقيم بالعراق للشعر الشعبي لا هذا موروث هم هو الهزوجة والهوسات كلها موروث أنا أروح للسعودية يجي ترامب ترامب يجي يخلونا كاظ سيفة هاي شنو قالوا تراثنا تروح للكويت تلقى السامري تلقى الدحى هدى حيو مال الكويت تروح للمثلا القطر أخوي ضارب خلاط أخوي تروح القطر تلقى العرضة تروح للإمارات تلقى الرزفة أو الندبة تروح للسعودية تلقى العرضة يعني العازي بعمان تروح فذني كلهن تراث حالهن حال الهوسة الدبكة عندنا بسوريا وبلاد الشام فإحنا ليش العازي عجبني شوية العازي إيه واب الله واب سميت باسم الله الكريم الواحد الفرد العليم والملك لله يدوم زي ما تسع سيوق نحفظ ارجد ولا ضرب والهسه ما حاف. تحب العقال لو الكجول وهاي الاشياء والله لكل كل مقام لكل مقام مقال اي ولكل مكان للبسه اي كل مكان الى الى بس من الذب العقال معروف اكثر لو من بس العقال والله عودت الجمهور على كل حتى على الشفقه ايه اخبار زينه هاي. هسه احكي لي تحب الكره القدم لو اي رياضه تحب الزوراء الجويه طلب الشرطه والله كنادي عراق شوف خلايا تحي اول مره راح اشبيها انا بهذا الفريق اللي اشجع بالدوري العراقي ما اعرف لي ولا لاعب بيه بس تحبه كاسم احبك يا اسم بس يعني منو اكيد جويه جويه ازرق الدم ازرق اي ما غيرنا اي ما غيرنا اي فاحب الجويه هيك ولا لا ما اعرف مدرب ولا اعرف لاعب ولا اعرف حار ابد ابد ولا واحد بيهم اعرفه بس احبهم هيك كاسم الجويه احبه هاي كدوري عراقي اما عالمي العالم الانديه عالميه مثلا كنت اشجع برشلونه وبرشلونة كنا نشجع الجوية أشجع برشلونة بس من طلع أبو تياغو أبو تياغو خربوا الحكي الباريس ظلت أشجع باريس ولو خسرنا والباه باه من طلع من برشلونة باه رسمي ها بس هو يبقى ميسي أي ميسي عنده 7 كرات ذهبية تأشيريت أنا عندي واحد من جماعة ذا صار عنده 200,000 فيك على العالم قال عنده 7 كرات ذهبية حتى يهوسون أبو محمد خالك باشا تأشيريت ذك طبعا تحية لعشائر محمد تحية لعشائرنا
علي الشيخ، عدد لي أربعة من شعراء المعلقات. عنترة، عنترة العبسي، عمر بن كلثوم، عمر بن كلثوم التغلبي، ما أتذكر باقي، لبيد الأصمعي، العامري العامري إيه فما أمرؤ القيس، عفوا أمرؤ القيس مفروض أول واحد إيه هو القيس. زين من هو الملك الظليل؟ أمير المؤمنين سألوه قال من أفضل الشعراء؟ قال الملك الظليل. ما متدخل بيه، حكينا بيه قبل شوية. عريان سيد خلف والنعم نبقى الجراح طلع على روحه. هو امرأ القيس، امرأ القيس يعني قصادة عجاب. اي صح، عجاب والله عجاب. يعني تحس انت مرة تحس بروحك ملك، من انت اساس اخو كذويق تسمع حافظ له شيء. هذا ذكرى حبيبي ومنزل عارضها. لا والله بس يعني اطلع على كتاباته مثلا اي، وخاصة احنا الشعر الشعبي مرات قصائدنا ما حافظينه يعني. بس المتنبي لو موجود بزمنهم ها؟ المتنبي رحمة الله على روحه. بس امره ها؟ امره القيسي صح صح، قفلها صدر وخير. اي فحافظ شي المتنبي؟ لا والله سيد بلغة عالية وهيك لا احنا نوصل للغة العالية اي بس ونقراها بس كحفظ. كحفظ اي كحفظ. هو شنو سبب صعوب الحفظ؟ هي اللغة العالية والحركات والتفاصيل. لا أنا أنا باللغة العربية جيد جدا واضح بس وأوصل للغة العالية إيه؟ لكن أنت اليوم من تقرأ كتاب كتابين ثلاثة أربعة خمسة عشرة وأنت قصائدك الناس تريد منك وتطلب دائما وأنت حواري وهيش يعني صح. تحفظ أوكي كفكرة قصيدة تحفظ أوكي حافظين العنتر ايه عنتر مش حافظ العنتر ذكرتك والرماح مني نواهل مني نواهل لا مني ايه وبيض الهند تقطر بدمي ايه وددت تقبيل السيوف لانها لمعت كبار ثغرك المتبسم. هاي عبلة ايه تحياتنا لها، تحياتنا العبلة القفلة كانت شي تحب ويا عبلة عندنا فقرة هسه شنو رأيك؟ شنو رأيك؟ شنو رأيك هسه نروح فاصل؟ يلا يلا نروح فاصل يلا من جديد رحب بكم. هسه علي الشيخ وصلنا إلى فقرة شنو رأيك؟ فنبدأ بأول صورة اللي هي العلم العراقي. طبعاً معيد فاضل عباس خالد صور العلم العراقي. شو تقول له؟ والنعم منكم نعم قالك هذا العراق والعلم العراقي أكو أغلب من هذا العلم؟ لا والله هذا نطيح ونموت وكل شيء كل شيء يريد منه نضحي لهذا العلم. رجع قالك إن شاء الله سالم على راسك وعقال أبوك سالم علم الحشد الشعبي. هم يبقى عقالك، هم يبقى عقالك. هاي للشهداء ودماء شهداء الحشد الشعبي. شو تقول شهداء الحشد الشعبي ولا الحشد الشعبي؟ والله شهداء الحشد الشعبي هم اللي لهم دين علينا ما ننسى. المفروض من 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 عندنا احنا نوفي لهم كل ما نملك. تبي تشيل الحشد الشعبي؟ الجود الجود بالنفس اقصى غايه الجود. صح، هذول ضحوا لنا بالدماء، ضحوا لنا بالدماء. ما كتبي تشيل الحشد؟ والله كاتب بس يعني قصائد ما يحضرن. والنعم منك والله. الإمام السيستاني اليوم يظل عقالي. والنعم والله منك. المفروض ايه؟ المفروض السيد علي السيستاني دام الله ظله ايه؟ يعني هذا مو ما محسوب فقط على الشيعة، لا طبعا، ولا محسوب على سنة ولا على إسلام ولا على مسيح إنساني ولا ولا على يهود عراق. إنسان مسالم صح. مثل علي بن أبي طالب بالصورة الصحيحة. شكرا لك، شكرا لك، شكرا إليه وشكرا لجوابك. طاغية صدام، والله أنا يعني أتحفظ من حقك أتحفظ عن هاي الصورة لأن صعبة صعبة علي هاي الصورة من لو شايفة بيد عراقي ما أرد أشوفها بيد أمريكي.
الله أبو خلدون الكبير هذا الكبير عريان سيد خلف رئيس. شو ردت تقوم ورجليك ما عيننك؟ والله حسيت بهذا الشيء. الشعر الشعبي أبو خلدون رحمة الله على روح تبسمع الكاريزما. شنو عمي؟ رئيس جمهورية تحسه؟ والله رئيس جمهورية كبير. صح. كبير بعطاء علم الشاعر أن يكون شخصية. والله. صح. أبو خلدون. أبو هاشم بعد لعب. رحمة الله. الاحتلال. أنا يعني الاحتلال يعني أتمنى من الله ومن جميع حكومات الشعب العراقي أن ما تتدخل ويهيج دول بعد. يعني هاي الصورة ما أدري يعني إهانة للشعب. وصمة عار في جبهة الإنسانية. مرأة عراقية فتشها محتل. فقرة شنو رأيك؟ البس عقالك. جميلة جدا الله. جميلة جدا عاشت ايدك. حبيب الروح علاوي الفقرة خلصت؟ وشنو رأيك بالفقرة؟ والله فقرة جميلة جدا وموفق على برنامجك جدا. فقرات جميلة. فدوى عمرك. انت جميل وشو تقدم انت حبيبي؟ فدوى عمرك حبيبي على الشيخ الحب. فاصل وفقرة انجح واربح. أكيد هسه فقرة انجح واربح. على الشيخ فقرة انجح واربح. أسألك سؤال من تجاوب عليه أعطيك حرف من الأسماء. جمع الأحرف يمك بالتسلسل بالأخير يطلع شخصية عراقية معروفة. نبدي. السؤال الأول ما اسم أنثى الغزال؟ أنثى الغزال. إيه؟ غزالة. لا اسمه غزلوكي. والله ما أعرف. أول سؤال راح برجلين. أي ما طبعا الجواب هو الظبية. الظبية. إيه. هاي عود جبنا لك أسئلة برية. خويا برية إحنا بدو ما لنا غرض بالغزلان. شو صيدونا رانب؟ أصقور. والنعم. إيه؟ والنعم. السؤال الثاني ما هو الشرك الأصغر؟ شرك. الشرك الأصغر. شرك شرك الشرك. الدين هم مقوانه. ها حاشتي ذك كلش مقوانه. الجواب هو الرياء. أوكي. يعني واحد ما تجي كاميرا ما يسوي يا الله هذا الرياء. لا عرف الرياء. الحرفين الأوليات راحن. خليه راح. السؤال الثالث ما هو أسرع حيوان بالعالم؟ فهد. أحسنت. سرعة 135 يعني كيس بورتج. وعلي هذا حرف الراء. يلا هذا الحرف الثالث طبعا. ما اسم خاف الشخصية من شو يطلع رسلان. ها بالأخير هذا الاسم يطلع رسلان. عم رسلان لا مشهور وأخوكم الصغير وخادمكم موفق بدول عمرك. ما اسم الجبل الذي كلم الله عليه نبيه موسى؟ جبل مذكور بصورة التين والزيتون وطور السنين وهذا البلد الأمين ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل. شو اسم الجبل؟ والله ما قلت لك بدين مو قوي مذكور هسه ذكرته. ها طور سنين. الطور. اي الطور. ايه جبل الطور بسيناء. هم اعطيك حرف تدلل. هاي تدلل. هو انا الطور قلت لك الطور قبل لا تبدي. يلا هاي هذا الصاد. السؤال الخامس من هو اول شخص كتب بسم الله الرحمن الرحيم؟ سامة بن زيد. قبل الاسلام. قبل الإسلام. نبي كان عنده ملك سليمان. سليمان صح. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. صح. إيه؟
هذا حرف الاليف. هسه صارت صار. صار وتأمر وتدلل. اي والله صار. من الذي، من هو الرسام الذي رسم لوحة الموناليزا؟ دافنشي. احسنت. شي نعم على التشكيلي. على التشكيلي يمي. لعبتي لعبتي. هذا حرف الفاء. شنو من تقول اوف صارف. ها اي صارت صارف. صارف. الله تصرف له تلاف له. والله تلاف. اه اي والله. فات 500 دولار دين. ابشر. لا لا ابد. والله ها راح يطلع ابغى راح يطلع الشده. 500 دين له لي. اربعه. ما يرجع على علاوي. شنو مسه؟ ما يدري بيه ابو هاشم مارتن. لا هذا مزورات. و ها؟ انا اخو حياصه. والنعم والنعم منكم من حياصه. تحت. شلون هذاكم احسن؟ ولا عينك مولاي والله تقبلها. كفيلك علب جهه لعبوا 100 تصاوير. بس مزورات مو حقيقيات. يعني بالبيت عندنا غير جهه لعبوا 100 تصاوير. هذا حكى مو فلوس السحب ما دافع يا كسعد يقول با. ان شاء الله يزيد خيره ويخلي والدك في دول العين. السؤال السابع، ما هو اقدم الخطوط العربيه؟ الهيروغليف على اسم مدينه. مدينه عراقيه. سومر. كان بها ملك معروف. بابلي. لا. ما هو اقدم الخطوط العربيه؟ الخط المسماري. تحياتنا. الهيروغليفي. الهيروغليفي هذا غطاء جوي. لا الهيروغليفي. لا لا مدينة بالنجف. الخط الكوفي. كوف ايش اسوي لك يا الله من منك استطاع ال 500 طيب. شلون ساعدتك لو ما ساعدتك؟ هسه جمع لي الهذني وعندك حرف النقص. اذكر بالتاريخ. اي الهيروغليفي اذا حليت هسه هذا تعرف اعطيك 60%. 60. اي سايق مال اسعاف ما يقبلوك اذا معدلك 60. اي والله بس خلينا نطشر لنا هسه قدامي. هسه لحد الان على الشيخ 50 على الحافه. انا خل ناجح. انا اخو حياصه موت. شلون؟ انا اخو حياصه. هاي نخوة عبادة مو؟ لا مو نخوة العصاد بس. اه العصاد. نخوة عبادة اخو الشيخة. اخو الشيخة. والنعم والنعم. نعمة حالك. يعني الشيوخ مسوي بيت العصاد مسوي لهم نخوة خاصة بيهم. اي. اه والنعم. احنا اخوة فاطمة عامة، انا اخو فاطمة. كفو. في دور روح لك. هاي اقوى النخوات. في دور روح لك. فاطمة. اوعى صدق اوعى. شاعر عراقي هو بالاربعينات بالخمسينات كاتب قصيده على هجى بها عشيره. طارن عندك حرفين بالبدايه. نبدا من الراء. غير تبدا بالراء. رص. ما عندي سين. ها ثري السين. طيب شو تسوي بالسين؟ قول شو اسمه. السلام عليكم. حرف الاول راء، ثاني صاد، ثالث لام، الف. رصا. رصافي. اي هاي جتك 60. رصافي معروف. الرصافي معروف. الرصافي اي الشاعر الشهير معروف. الرصافي معروف. الرصافي تمثال بالمتنبي. هذا الشاعر الكبير. تطمع له بعد فترة 50 سنة. عبد الغني الرصافي. تطمع بعد 50 سنة 100 سنة. ايه.
مثلا يصير لك تمثال بمدينه مثلا بالناصريه وين تحب يا مدينه تمثال ما ادري شلونه ها والله او ما يتعب اعطيهم والله اعطي لاهلي فلوس واقول لهم عمي بفلوسي يسوي لي تمثال سوي لي تمثال والله يقول لهم شعره فارغ يعطوا لي تمثال الواد ما مصدق والله يعني صارت كل شيء بفلوس اي والله اعطي لاهلي قبل لا مو تسوي لي تمثال اي صدق لا ان شاء الله عمرك منطقه نائيه لا يسوي لهم الرصيف صبغونه يحطون التمثال فوقه هاي زين هاي يرضون ان شاء الله عمرك طويل هذا الشاعر موفق محمد يمكن يقول يباع له تمثاله وحاكي تمثاله يقول له ما تعبت شو وقت ترجع ترتاح يعني يحس التمثال يتعب بيروح في الواقع وشنو الفائدة الناس تجي تاخذ صورة التمثال هو قاعد يم تمثال ما حد يعرفه هنا المشكلة يعني هو موفق محمد ها هو موفق محمد والتمثال تجي الناس تاخذ صورة التمثال وهو قاعد هنا المشكلة احنا ليش الشخص اللي يموت يلا يسوي له تمثال؟ لا الا يصير عزيز مو الا يصير اللي يموت يطول كراع ليش؟ والله كان طيب عم خلنا اقرا لك قصيده هسه اقرا لي فوز سالم اقرا لك قصيده اهلا وهاي للامانه واول مره اقراها هاي حكي عدل مقطوعه من قصيده ان شاء الله تكمل وانزلها كلها انا فاتحه سمير صبيح واقف والله وبالله شاعر قبل هبليتين كنا نسولف انا احكي على سمير صبيح فاتحه سمير صبيح شفته شاق دشداش توي يبكي والله بال فاتحة سمير صبيح اجتني القصيدة والله هاي الفكرة اجيت لأهلي كتبتها تقول حفظ وجوههم هسه اللي يضحكون باكر على الجنازة هواي يبكون الشقة وقلبه شقت موسى للنيل دشداشة من موتا لا يشقون بنص تابوت واصرخ هذا تمثيل وموتن مرتين وما سمعون أموتن مرتين وما سمعون أحس بروحي كعبة وجاين الفيل وشوفن منه حتى أهلي تبرون ولو ما فزعت الله مودس الجيل شاوي إبراهيم الله ويفلشون الله بساعة أعمى خلاني الوقت مين شاب ركض بس ما شاب عيون وإن شاء الله تكمل الله حلوة 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 صح لسانك ووصلنا إلى ختام البرنامج والوقت شكراً مر الدعوة والحسن دول عمرك شرفتنا وبرنامج جميل جدا دول عمرك والله يوفقك إن شاء الله وبكل خطوة أنت ناجح دول عينك ويوميا مفاجئنا بخطوة الله يحفظك إن شاء الله في دول وجهك إن شاء الله في دول عمرك دول عينك أنا سعيد بحضورك يعزك وأكيد المشاهدين سعيدين دول عينك وتحية لك بحجم إبداعك الله يحفظك حبيب روح الشيخ وشكر موصول لكم أحبة المشاهدين وتقبلوا تحياتي أنا في التقديم رسلان حداد وفي الإعداد فاضل عباس وخلف مكسر القيادة سعد رحيم في أمان الله.